وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي، ضيف الكريم بعد التحية. يعني المرأة المصرية تتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في شتى المجالات خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى ذلك في ضوء كلمة الرئيس التي ألقاها قبل قليل وتوجيهاته أيضا للحكومة لدعم مكانة المرأة وحمايتها؟ هو في البداية طبعا لازم نهنئ المرأة المصرية بيوم المرأة المصرية وأيضا عيد الأم، لكن احنا لو شفنا خلال من عام 2014 حتى وقتنا هذا هنجد ان المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي بتشهد طفرة كبيرة في تمكينها داخل المجتمع المصري وتمكينها داخل كافة مناحي الحياة المصرية. طبعا بجانب ان المرأة المصرية هي اللي كانت بتساند الدولة في المرور بصعاب كتيرة جدا مرت عليها الدولة زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن المرأة المصرية أصبح عندنا أكبر عدد من الوزراء من السيدات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت المرأة المصرية في البرلمان بشقي مجلس النواب ومجلس الشيوخ طبعا بأعلى نسبة للمرأة في على مدى العصور المصرية كلها. هنجد أن المرأة أيضا متواجدة في القضاء المصري وأصبحت على منصة القضاء المصري. كل ده كان أشياء بعيدة المنال عن المرأة المصرية، لكن في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي عهده تمكنت المرأة المصرية من أن تنال حجمها الطبيعي وقدراتها وإمكانياتها في المساهمة في إعادة بناء الدولة المصرية والتنمية داخل الدولة المصرية. احنا لو شفنا حتى المشروعات القومية الكبرى اللي بتنفذها الدولة المصرية هنجد هناك سيدات تقف في هذه المشروعات وتقوم بتنفيذ هذه المشروعات كمهندسات متواجدة في هذه المشروعات وأيضا في أماكن عديدة داخل الدولة المصرية من الشرطة والقوات المسلحة القضاء. زي ما قلت لحضرتك المرأة المصرية حققت الكثير خلال الفترة الماضية من مكتسبات وهي تستحق هذه المكتسبات بالفعل، لأن المرأة المصرية لديها قدرات كبيرة وقدرات كامنة قادرة على أن هي تخرجها ويستفيد منها المجتمع المصري. طبعا لو شفنا طبعا دور المرأة المصرية خلال المرحلة الماضية ان كان ليها دور مهم جدا في إعادة بناء الدولة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي زي ما قال سيادة الرئيس ان كان عليها دور كبير جدا في عملية الإصلاح الاقتصادي وكيفية تدبير امور الحياة، وحتى الرئيس بيقول ان انحيازي للمرأة ده مش من فراغ لكن هو واجب وطني والتزام سياسي وحق لها بالفعل يعني. نعم. فهو ده الدور اللي عملته المرأة المصرية خلال السنوات الماضية من 30/6 حتى وقتنا هذا. نعم. ومن قبل 30/6 المرأة المصرية على مدى تاريخها كله هي صانعة للمجد، لأن الرجال كل يعني في مثل او وراء كل رجل عظيم امرأة. هو بالفعل هي المرأة هي اللي الام، المرأة هي الزوجة، هي اللي بتقدر تقف وخلف زوجها من اجل الوصول الى اعلى المراتب، لكن في الوقت الحالي المرأة قدرت انها تثبت نفسها وتثبت دورها وتثبت امكانياتها وتحقق مكتسباتها الحقيقية على الارض. نعم أستاذ جميل، أيضا من ضمن الانتصارات التي يعني حصلت عليها المرأة المصرية في إطار دعمها وحمايتها المشهد الذي رأيناه في مطلع هذا الشهر وهو تجليس القاضيات لأول مرة في تاريخ مصر، كيف رصدت يعني هذا المشهد وماذا تعكس تلك الخطوة؟ هو طبعا خطوة مهمة جدا زي ما قلت لحضرتك، وإن هي حققت دورها وحققت طموحاتها، وهي طبعا ده يعتبر انجاز بالنسبه للدوله المصريه ان هي تجلس المراه المصريه على منصه القضاء. ده شيء يعد انجاز للدوله المصريه، اعطاء للمراه حقها، اعطاء للمراه مكانتها. المراه تمتلك امكانيات كبيره جدا لا تقل عن الرجل في الكثير من المجالات، وتمتلك الخبرات وتمتلك التعليم العالي، اذا فيجب ان تاخذ حقها
حقها وحقها في كافة المجالات المصرية، وجلوسها على منصة القضاء ده شيء كان مهم جدا، ويوضح أمام العالم أن هناك في مصر رؤية واضحة لتمكين المرأة ووضعها في مكانها الصحيح ومكانها السليم الذي تستحقه. هو في القضاء زي ما قلت لحضرتك، هو كم عدد الوزارات الوزراء في مصر من السيدات؟ هو رقم غير مسبوق. وفي كافة المجالات ستجد المرأة تتبوأ مناصب كبيرة، وده حقها الطبيعي طبقا للإمكانيات وطبقا للقدرات التي تمتلكها المرأة المصرية. نأتي إذن للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي حرص السيد الرئيس على إطلاقها. أبرز ملامح تلك الاستراتيجية؟ هو طبعا استراتيجية مهمة جدا، واستراتيجية واضحة بسن العديد من القوانين والتشريعات، وأن المرأة تبدأ في أنها تدخل إلى سوق العمل من خلال العديد من الوزارات والتدريب بشكل مهم. وأيضا النقطة المهمة جدا اللي هو تغليظ العقوبات بالنسبة لكل من يسيء بالمرأة في مجال التحرش، في مجال هتك العرض، في مجال كل ما يسيء للمرأة المصرية، ده شيء مهم جدا. وأيضا دخولها إلى سوق العمل والوصول بها إلى أعلى المستويات طبعا بالتنسيق بين كل الوزارات المعنية من أجل أن تكون المرأة رائدة في مجالها ورائدة أيضا في الدولة المصرية، وتساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية وتحقيق الرخاء للدولة المصرية. أعتقد أن المبادرة دي مهمة جدا، تعطي للمرأة الفرصة أيضا من أجل أنها تبدع وتحقق كل النجاحات من أجل أن تصل إلى المناصب الكبرى. نعم. أخيرا ضيف الكريم أستاذ جميل عفيفي، ما ورد في كلمة السيد الرئيس من ضمن ما ورد هو تأكيد سيادته على أن المرأة المصرية كانت وما زالت داعما وظهيرا لهذا الوطن، وشدد على أنها كانت أيضا مسؤولة وصانعة للأحداث، وما زالت الدولة بتعول الكثير على دور المرأة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. كيف ترى ملامح هذا الدور الرائد للمرأة المصرية والمتوقع منها خلال الفترة القادمة؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، المرأة المصرية دائما هي اللي بتقود أي أحداث داخل الدولة. احنا لو شفنا في 30/6 كانت المرأة المصرية عليها دور كبير جدا، وكانت المرأة متواجدة في الشوارع وهي اللي بتحث أبنائها وبتحث الرجال على النزول للشارع، لأن هناك تغيير، محاولة تغيير للهوية المصرية، محاولة طمس الدور الوطني المصري واستحواذ الدولة لمجموعة من الإرهابيين. مجموعة من الإرهابيين كانت تسعى أن هي تستحوذ على الدولة وتغير من هويتها، فكانت المرأة المصرية تقف ضد هذا التفكير. وكان في 30/6 وما بعد 30/6 في موضوع في عملية الإصلاح الاقتصادي الضخمة اللي خاضتها الدولة المصرية، وقدرت ان هي المرأة ان هي تقتصد داخل المنازل، وان هي تقف بجانب الدولة من اجل تحقيق هذا الإصلاح الاقتصادي اللي لولا زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة كان في وقت، احنا في وقت أزمة كبيرة جدا عالمية، كان هيحصل انهيار للدولة المصرية لو لم يكن هناك عملية إصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي تم في مصر. فطبعا الدولة ولا زالت المرأة المصرية حتى يومنا هذا تقف بجانب الدولة في ظل أيضا الأزمة العالمية اللي بتعصف بالعالم كله. وطبعا مصر مش بعيدة عن هذه الأزمة في الوقت الحالي، لكن المرأة المصرية تقف وهي اللي بتساند الدولة، وهي اللي بتساند القرارات الصعبة، لأنها هي يعني مهندسة المنزل زي احنا ما بنقول، وهي قادرة على التوفير، وهي قادرة على وضع حسابات حقيقية للمنزل المصري. فوقوفها بجانب الدولة واقتصادها داخل المنزل هي اللي بتحقق في عملية أو بتساهم في عملية الإصلاح أو مرور أي أزمات تعصف بالدولة المصرية كما يحدث في العالم كله في الوقت الحالي. نعم، وهو ما أكد عليه أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته. الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.